وفي اتصال هاتفي في نشرة سابقة أوضح وكيل الثروة الحيوانية أن هذه الخطوة تأتي دعما للجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا وتطبيقا لمعايير التباعد الاجتماعي والحاجة إلى توفير خدمة توصيل الذبائح والدفع من خلال الخيارات. درسنا أن يكون هناك تطبيق وتواصل للذبائح إلى المنازل من خلال التعاون ما بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، واللي على أثره نتج عنه هذا المشروع اللي هو مشروع توصيل الذبائح، واللي آلية عمل هذه المنصة اللي تعمل طبعا هاي تعمل منصة على أسس إلكترونية تابعة لشركة طلبات، وهي شركة طلبات هي شركة معروفة على مستوى الخليج، وهي تغطي تسليم المواد الغذائية إلى المنازل، وبخلال هذه الخدمة الطلب الإلكتروني للحوم الذبائح من المزود الرئيسي لشركة طلبات وهي شركة البحرين للمواشي.